صناعة هو أكبر معرض ديجي كي ديراكتومو على الاندستري اون الجيري. فيه أكثر 160 عارض من بلدان مختلفين منهم الجزائر، تركيا، ألمانيا، فرنسا، السويد والإمارات العربية المتحدة. صناعة يضم سان صالون كي روغو براتيكمون كاع لي كاع لا شان دو فالور تاع الاندستري، كسوا من لا برودكسيون، لا لوجيستيك، لي لين دو برودكسيون. سي هو الملتقى السنوي اللي تلاقاو فيه جميع الحلول الصناعيه. نلقاو فيه توت لي كسوا دي سوليوشن اندستريال، توت سكي بيس دو روشونج، مينتينونس اندستريال، باكاجينغ. دونك جميع فسال يسحقوها لي اندستريال الجيريان موجودين هذا في الصالون، واللي هو الدور تاعو يعني انعاش لو سيكتور اندستريال الجيري اون الجيري باش يكونتريبيي اون بون تيغ يفا كونتريبيي ان بو بلوس او ديفلوبمون دو ليكونومي الجيريان. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.